يعني كانت شكلت بيروت شيء بيقولوا البعض المدينة الملجأ، يعني يلي لجأوا لها تحت تال انه يتعلموا او تحت تال انه يبثوا افكارهم، يعني افكار الحرية، الافكار التنموية، الافكار المتطورة الحداثة. هيدي المدينة هي ملجأ، أول شيء هي ملجأ لناس، لبشر إجوا أو هربا من اضطهاد أو هربا من تحولات بالأنظمة، وكمان هي ملجأ لرؤوس الأموال لأن صار فيها قانون السرية المصرفية اللي صار في تأميم كمان بالدول المجاورة. صحيح. أنت يعني تصور أنت بمصر وبسوريا مثلا صار فيها قانون التأميم وعيت على بكرة تاني نهار أنت ما بتملك مؤسستك، وهذا شيء كتير ضار كمان بالإرساليات، يعني اللي خسرت مدرسة. فلي قدروا يهربوا جزء من رؤوس الأموال، إجوا على لبنان واستفادوا. هون في قصة كمان يعني حي بداره هو نوعا ما أصحاب رؤوس الأموال اللي إجوا على المدينة وعمروا حي بهالهندسة المودرنيست الحديثة اللي بتدل قدي هيدي بيروت كانت مختبر لهالأفكار. يعني رجال الأعمال يلي إجوا هن رجال أعمال إضافة للبنانيين الموجودين، إجا رجال أعمال من سوريا، من العراق، صحيح، من فلسطين، صحيح، واجوا على لبنان واستثمروا في منهم، جابين معهم أموال واستثمروا في منهم بالقطاع المصرفي، استثمروا في منهم بالقطاع التجارية، وفي بعض العائلات يلي يمكن بفترة بنهاية عهد الرئيس كمان شمون تم تجنيسهم على الجنسية، وهن كانوا من التجار ورجال الأعمال. صحيح. وهذا كمان اجا مع توسيع مرفق بيروت والمدينة تحولها لمركز مالي ومصرفي على الخريطة العالمية. صارت بيروت كمان فسحة للعيش، يعني كمان مش بس انه فسحة للعمل وفسحة لنشر الافكار، فسحة للعيش. يعني صار في عنا هون يمكن بهالفترة بالخمسينيات بلشنا نشوف شارع الحمرة، يعني اللي بلش ينافس شوي وسط بيروت. صحيح. بيروت القديمة. صحيح. بدنا نعرف انه هيدي المدينة رح تعيش ارتفاع سريع لمستوى المعيشة بالاخص الطبقة الوسطى. بس ترتفع المعيشة شو بدك تعمل؟ بدك تعمر بيوت جديدة، بدك الطريقة اللي بتتفاعل فيها مع المساحة العامة تغير. صار في دور كتير مهم لقل مقاهي وعملنا حلقة عنهم هيدولة. نعم. وصار في نوعا ما طريقة جديدة للعيش، أدوار جديدة للنساء، أدوار جديدة للرجال، تحرر أكثر للنساء موجود منه موجود كان بغير بلاد عربية. للأسف ما دايما الترجم قانونيا، بس كانت مساحات العيش أكبر بكتير، وبالأخص عصرنت الأدوار وعصرنت نوعا ما العلاقات بين البشر وبين الرجال وبالنساء ببيروت.